السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله نتكلم على الجزء بتاع الاحمال. طيب، لو انا دلوقتي بالنسبه للاحمال بتاعه الكوبري هقسمها لثلاث تقسيمات. التقسيمه الاولانيه عباره عن فيرتيكال لود، التقسيمه الثانيه لاترال لود، التقسيمه الثالثه لونجيتيودنال لود. طيب تعالى نعرف ايه هما التقسيمات دول. التقسيمات دول لو انا عندي كوبري بالشكل ده، الكوبري ده ايه الاحمال اللي جايه عليه؟ الاحمال اللي جايه عليه عباره عن مجموعه من الاحمال اقدر اصنفها على حسب الاتجاه نفسه بتاع تاثير الحمل. بمعنى انا عندي اول حاجه الكوبري ده شايل الوزن بتاعه الميت اللي هو عباره عن الديد لود، وده هو عباره عن اول قسم عندي عباره عن الديد لود. طب الديد لود ده في انهي اتجاه؟ قال لك الديد لود ده في اتجاه الزد او في الاتجاه الفيرتيكال الراسي. يبقى في الحالة دي دلوقتي هقدر اقسمه فيرتيكال لود. طيب نشوف الحاجة التانية، هو ايه موجود تاني؟ قال لك دلوقتي في عربية بتمشي على الكوبري، العربية دي وزنها بيبقى في ايه؟ يبقى في اتجاه الجاذبية او في اتجاه الواي، في اتجاه معلش الزد، يبقى في اتجاه الزد. يبقى في الحالة دي برضو من ضمن الفيرتيكال لود بس يسمى لايف لود اللي هو الحمل الحي. طيب ايه الاحمال التانية؟ قال لك الاحمال التانية في دلوقتي عندي حمل رياح او حمل زلازل، الاحمال دي بتأثر في الاتجاه الجانبي بالنسبة للكوبري. يبقى دلوقتي انا هقدر اقول هنا في حاجة اسمها اللاترال لود، احمال جانبية. الاحمال الجانبية دي عبارة عن حمل الرياح او حمل الزلازل ايهما اكبر، او حمل حاجة تانية اسمها السنترفوجال فورس. السنترفوجال فورس ده دي عبارة عن قوة الطرد المركزية. قوة الطرد المركزية دي بتحصل لما تكون دلوقتي انا عندي الطريق ماشي بكيرف كده، والعربيه اول ما تيجي تمشي في الايه بالكيرفتشر ده بيحصل او بيتولد قوه طرد مركزيه في الاتجاه عكس نص القطر لبره. ففي الحاله دي القوه دي بتاثر في الاتجاه الجانبي على الكوبري. تمام، ايه تاني؟ قال لك دلوقتي في عندك احمال العربيه دي لو فرملت فجاه هيبقى برضو العجل ده بيأثر على الأسفلت وبيأثر خرسانة في اتجاه الطولي. ففي الحالة دي دلوقتي أنا أقدر أقول في حاجة اسمها longitudinal force. longitudinal force أو longitudinal load ده بينقسم لحاجتين، حاجة اسمها breaking force، الحاجة التانية اسمها thermal force. breaking force ده عبارة عن قوة الفرملة، thermal force ده عبارة عن قوة التمدد الحراري. نتيجة دلوقتي التمدد او الانكماش في درجه في زياده او نقصان درجه الحراره بيحصل دلوقتي استطاله الكوبري او بيحصل انكماش للكوبري. ففي الحالتين ده بيأثر على الممبرز اللي موجوده في الكوبري اللي عندي، والقوتين دول بيبقى في الاتجاه الطولي او في اتجاه الحركه بتاعه الكوبري. يبقى في الاتجاه ده، يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث قوه، قوه في الاتجاه الزد، قوه في الاتجاه الواي، قوه في الاتجاه الاكس. وهم دول الثلاث قوى اللي عندي، الفيرتيكال لود، لاترال لود، لونجيتيودنال لود. دي كل القوى اللي بتأثر على الكوبري. تمام، طيب زي ما قلنا دلوقتي لو احنا هنشوف هنصنفها عباره عن نمسك الفيرتيكال لود، الاحمال الرأسيه. الاحمال الرأسيه عندي عباره عن حاجتين، هو الحمل الميت بتاع الكوبري زائد اللايف لود. طيب بالنسبه دلوقتي عندي للحمل الميت بتاع الكوبري، لو هناخد الديد لود ونبتدي نفصصه عبارة عن ايه؟ قال لك دلوقتي عندي الكوبري اللي عندي الحمل الميت بتاعه عبارة عن تلات حاجات، عبارة عن الوزن بتاع البلاطة زائد وزن الأسفلت زائد الأون ويت بتاع الممبرز اللي أنا هصممه. يعني أنا دلوقتي عندي لو عندي حاجة بالشكل ده، عندي كوبري كده الكوبري ده، وهنا فيه كاميرات وهنا فيه كاميرا تانية مثلا بالشكل ده. طيب أنا عندي دلوقتي الكوبري بالشكل ده، لما أجي أصمم الاسترنجر دي الكاميرا دي هصممها على الحمل الميت. بالنسبة للحمل الميت هي شايلة مين؟ أول حاجة شايلة وزنها، يبقى ده رقم واحد. بعد كده شايلة البلاطة الخرسانية اللي فوقيها، يبقى ده رقم اتنين. بعد كده شايله هنا المفروض فيه فينيشنج من الاسفلت، طبعا سمكها 6 سم 5 سم ماكس 10 سم، فده العنصر رقم 3.
ففي الحالة دي دلوقتي انا هقول ان انا عندي الديد لود عبارة عن الاون ويت بتاع العنصر ايا كان العنصر اللي انا هصممه. يعني انا دلوقتي في المسألة بتاعتي انا هصمم سرنجة، يبقى انا دلوقتي هاخد الاون ويت بتاع السرنجة. لا، انا في المسألة بتاعتي هصمم اكس جيردر، يبقى انا هاخد الوزن بتاع الاكس جيردر او المين جيردر، نفس الكلام. طيب ده بالنسبة لأول وزن بتاع الديد لود، اللي انا في الاخر بجمع الوزن ده والوزن ده والوزن ده واطلع وزن طن بير لكل متر، والتلاتة دول بجمعهم مع بعض في الاخر بيطلع لي الدبليو بتاعت الديد لود بكذا، ومنها بجيب المومنت ومنها بجيب الشير. طيب يبقى اول حاجة دلوقتي في الديد لود الاون ويت بتاع العنصر ايا كان اللي انا هصممه. الحاجة التانية عبارة عن وزن الاسفلت، تمام. الحاجة التالتة وزن البلاطة الخرسانية، وكل واحدة من دول هنيجي هنشرحها بالتفصيل. طيب ده بالنسبة للديد لود. اللايف لود هو ايه الحاجة اللي ماشية على الكوبري؟ قال لك الحاجة اللي ماشية على الكوبري عبارة عن شاحنات تراكس. طيب الشاحنات اللي عندي دي اوزانها قد ايه؟ قال لك الشاحنات اللي عندي دي اوزانها بيبقى 60 طن و40 طن و20 طن. طيب الاحمال دي احمال كونسنتريتد. قال لك دلوقتي العربية لما بتبقى ماشية على الكوبري برضو الكود بيقول لي ان انت لازم تحط حمل يونيفورم تحت وزن او تحت العجل او تحت العربية. طيب يبقى انا دلوقتي بالنسبة لللايف لود انا عندي حاجتين، عندي كونسنتريتد لود وعندي يونيفورم لود، تمام. يبقى انا عندي في الحتة دي بالنسبة للاحمال اللايف لود انا عندي حاجتين، كونسنتريتد لود ار ويونيفورم لود دبليو. طب بالنسبة للحمل المركز اللي هو الار، الحمل المركز اللي هو عبارة عن ايه؟ وزن العربية مقسوم على 6 عجلات، اللي هو عبارة عن وزن العربية 60 لما اقسمه على 6 يديني 15، لما اقسمه معلش على 4 يديني 15 طن، او ال 40 لما اقسمها على 4 عجلات هيديني 10 طن، او ال 20 لما اقسمهم على 4 عجلات هيديني 5 طن. طيب بس كده؟ قال لك لا، لازم في حمل يونيفورم بحطه تحت العربية بالكامل. طب الحمل اليونيفورم الدبليو ده قيمته كام؟ قال لك دلوقتي لو انا هشتغل على العربيه 60 طن يبقى انا بحط تحت العربيه حمل يونيفورم قيمته 9 من 10 طن على المتر المسطح، اللي هو عباره عن 90 كيلو نيوتن، اللي هو عباره عن 9 كيلو نيوتن، اللي هو عباره عن 900 كيلو جرام. طيب بالنسبه دلوقتي عندي الحمل اليونيفورم ده، طب لو انا هشتغل على العربيه ال 20 او ال 40، قال لك في الحاله دي بتحط حمل يونيفورم قيمته 25 من 100 طن على المتر المسطح، اللي هي عباره عن 250 كيلو جرام. طيب ده بالنسبه للاحمال الديد لود واللايف لود، تمام كده. طيب نخش دلوقتي على الحاجه الثانيه بالنسبه لللاترال لود، الاحمال الجانبيه. قال لك الاحمال الجانبيه دي عباره عن حمل الويند او حمل السيزميك، والحملين دول انا باخد ايهما اكبر في الدبليو بتاعتهم، هو ده اللي انا بصمم عليه. طيب بالنسبه دلوقتي ناخد للحمل حمل الويند، عشان في الاغلب دايما حمل الويند هو اللي بيكون حمل اكبر ومؤثر. بالنسبه دلوقتي لحمل الويند، بالنسبه للحمل بتاع الويند قال لك دلوقتي قيمه الكيو او قيمه الدبليو بتاعت الويند، اما دلوقتي لو انا عندي الكوبري مش محمل يبقى باخد الدبليو بتاعتي باتنين من عشرة، لا الكوبري محمل باخد الدبليو بواحد من عشرة. طيب نشوف الحمل الويند ده بيأثر على الكوبري كله بس بينتقل في مين؟ قال لك دلوقتي احنا زي ما اتفقنا ان حمل الويند ده بينتقل في البريسنج، الهوريزونتال بريسنج في التوب والهوريزونتال بريسنج في البوتوم. يبقى انا دلوقتي لما اجي اصمم البريسنج هاخد حمل الويند معايا، هصمم البريسنج على حمل الويند، لكن ما بصممش السترينجر او الكروس جيردر على حمل الويند، تمام كده. يبقى انا دلوقتي في حاله تصميم السترينجر والكروس جيردر بهمل حمل الويند، ما باخدوش معايا، عشان حمل الويند ده اصلا بينتقل فيه البريسنج، فانا لما اجي اصمم البريسنج هصممه على اساس حمل الويند اللي ماشي. طيب قال لك هنا دلوقتي زي ما انا قلت لك اهو، حمل الويند بينتقل في البريسنج. والحاجه الثانيه دلوقتي في حاجة اسمها اللاترال تشوك، اللاترال تشوك ده برضو موازي للحمل بتاع، يعني اللاترال تشوك ده يعتبر حمل جانبي، الحمل الجانبي ده تأثيره نفس تأثير الويند. ففي الحالة دي دلوقتي أنا بشوف اللاترال تشوك ده في حالة الكوبري الريال واي، كوبري السكة حديد، بيمشي فين؟ تمام؟ اللي هو عبارة عن الخبطة بتاعت عجلة الأرض.
فالخطة دي بتتحرك وتنتقل في السترينجر بريسنج، عشان انا كده بحطها ما بين كل سترينجر والتانية عشان تشيل اللتر تشوك الصدمات بتاعة القطر. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي كوبري سكة حديد، ففي الحالة دي دلوقتي بصمم السترينجر بريسنج على اساس في حمل اللتر اللي هو قيمة اللتر تشوك. تمام. طيب بالنسبة دلوقتي عندي كده احنا عرفنا الجزء بتاع الويند. طيب الجزء بتاع السنترفوجال فورس اللي هو قوة الطرد المركزية. قوة الطرد المركزية ده عبارة عن حمل، الحمل ده بيأثر عندي في الاتجاه الجانبي على الكوبري. دايما الحمل ده باخده في الاعتبار لما اجي اصمم المين جيردر، لكن ما باخدهوش في الاعتبار لما اصمم الاكس جيردر او اصمم السترينجر. طيب القيمة بتاعت الدبليو بتاعت السنترفوجال فورس دي او الفورس نفسها بكام؟ يعني العربية دلوقتي بتأثر عندي بقوة نتيجة دلوقتي الطريق منحني، وهي دلوقتي بتتفادى الانحناء او السوبر اليفيشن اللي بيحصل. طيب القيمة دي قال لك ليها ثلاث قيم، او ليها ثلاث او قيمة السنترفوجال فورس ليها ثلاث معادلات، بشتغل على معادلة واحدة فيهم. طيب الثلاث معادلات دول متوقفين على ايه؟ قال لك ده متوقفين على نص القطر الراديوس بتاع الكوبري. طيب ففي الحالة دي لو انا دلوقتي عندي نص قطر الطريق اكبر من 1500 متر اللي هو عبارة عن كيلو ونص، في الحالة دي انا دلوقتي بهمل السنترفوجال فورس، يعني يعتبر الطريق ماشي ستريت، ما فيش اي مشكلة ومش هيتولد عندي قوة الطرد المركزية، يبقى ما فيش عندي سنترفوجال فورس. طيب الحالة التانية لو انا عندي قيمة الار او نص قطر الطريق كان اكبر من 200 متر اللي هو عبارة عن 2.2 كيلو، واقل من 1500 متر، يبقى انا بيتراوح من 200 ل 1500 متر. في الحالة دي دلوقتي بحسب قيمة السنترفوجال فورس بتساوي ال 40 على نص القطر بتاع الطريق بالمتر مضروب في الكيو في. طب ايه هو الكيو في؟ قال لك الكيو في ده عبارة عن مجموع اوزان العربيات فوق الكوبري. يبقى انا دلوقتي عندي الكوبري اللي انا هشتغل عليه بيمشي عليه عربية واحدة، يبقى ده بيمشي عليه عربية واحدة، يبقى انا بشوف حمل العربية كام اللي هو عبارة عن 60 طن، وبحط ال 60 طن هنا وبقول ال 40 على نص قطر الطريق واضربهم في بعض، في الاخر هيطلع لي رقم هو ده قيمة السنترفوجال فورس، ايا كان الرقم ده 20 طن 10 طن 5 طن، ايا كان الرقم اللي هيطلع نتيجة المعادلة هو ده انا بصمم المين جردل على اساسه. طيب لو انا دلوقتي عندي الكوبري شايل ثلاث عربيات او مسموح ان انت تمشي عليه ثلاث عربيات، يبقى في الحاله دي دلوقتي بشوف انا عندي العربيه الاولى وزنها 60، العربيه الثانيه وزنها 40، العربيه الثالثه وزنها 20، يبقى بقول 60 زائد ال 40 عباره عن 100 زائد ال 20 يبقى كام؟ يبقى انا عندي 120 طن. بقول ال 120 طن بضربهم في المعادله اللي عندي بيطلع لي قيمه السنترفوجال فورس، يبقى ده متوقف على مجموع اوزان اللايف لود اللي ماشيه على الكوبري. طيب ده بالنسبه للمعادله الثانيه او الحاله الثانيه. الحاله الثالثه لما يكون عندي نص القطر اقل من ال 200 متر، يبقى دلوقتي لو كان نص القطر الار اقل من او يساوي ال 200 متر، يبقى في الحاله دي دلوقتي بشتغل على المعادله دي، ودي دايما او غالبا اللي انا بشتغل عليها دايما في كل الحالات، ان انا عندي السنترفوجال فورس او قوه الطرد المركزيه بتساوي 20% او 2.2 مضروبه في الكيو في اللي هو عباره عن مجموع اللايف لود اللي ماشيه على الكوبري. تمام كده؟ ده بالنسبه لللاترال لود. نيجي بعد كده عندي اللونجيتودينال لود، الاحمال الطوليه اللي في نفس الاتجاه. قال لك ده عباره عن حاجتين، عباره عن البريكنج فورس وعباره عن الثيرمال فورس. طيب البريكنج فورس ده عباره عن قوه الفرمله. قوه الفرمله دايما انا باخدها من معادله، المعادله دي الدكتور جابها لك في السلايدات بتاعته، هتلاقيها موجوده، ادي المعادله بالشكل ده. البريكنج فورس عبارة عن 360 زائد 2.7 في ال، وهتلاقي دلوقتي في صفحة 54 في السلايدات هنا في مثال بيحسب الأحمال بتاعت الويند والأحمال بتاعت البريكنج فورس والسيرمال والكلام ده كله. طيب بس دايما في أغلب الحالات أنا قيمة البريكنج فورس بطلعها من المعادلة دي. طيب أنا دلوقتي باخد القيمة دي وفي الآخر بصمم إيه، يعني القيمة دي هتأثر في إيه؟ قال لك دي باخدها لما أجي أصمم فاصل التمدد او الفاصل اللي موجود هنا، الفاصل اللي موجود ما بين الجزء بتاع الكوبري الاولاني والجزء بتاع الكوبري الثاني، ده بصممه على اساس الفورس دي، فانا بطلع الفورس دي عن طريق
طول الكوبري كله بضربه في 2.7 زائد 360 واطلعه بالكل نيوتن وبقسمه بعد كده على 10 عشان يديني بالطرف. ولما انا اصمم الفاصل ده المطاط اللي ما بين كل كوبري والتاني بصممه على اساس القوه دي. يبقى انا دلوقتي لما اجي اشتغل في السترينجر والكلوز جاردر ما بدخلش معايا الحمل بتاع البريك. طيب احنا كده دلوقتي بنتكلم خلي بالك بشكل عام على جميع القوه اللي بتاثر على الكوبري. الجزء الاخير اللي هو عباره عن الثيرمال فورس اللي هو عباره عن القوه الناتجه من التمدد او الانكماش الحراري على الكوبري. قال لك القوه دي بتتولد نتيجه زياده درجه الحراره فوق ال 60 او تحت السالب 20. ففي الحاله دي دلوقتي باخد تاثير تغير درجه الحراره، لكن خلاف كده الكوبري عندي ما بيتاثرش. تمام؟ وبرده نفس الكلام التاثير ده انا باخده لما باجي بصمم البيرنج او الركائز اللي ايه مرتكز عليها الكوبري، لكن اكتر من كده ما بشتغلش عليها. يبقى انا دلوقتي عندي في الحاله الطبيعيه اتكلمنا في الاول بشكل عام على جميع الاحمال اللي موجوده هنا. تعالى نتكلم دلوقتي بشكل خاص ان انا دلوقتي زي اي مساله عايز احل مساله دلوقتي، عايز اعرف ازاي اصمم سترينجر، ازاي اصمم اكس جيردر، بعد كده ازاي اصمم مين جيردر. هنخلي المين جيردر على جنب شويه لغايه ما نوصل لها. احنا دلوقتي اللي هنتكلم عليه ازاي نصمم سترينجر واكس جيردر، عشان تصميم السترينجر هو شبه تصميم الاكس جيردر، الاختلاف بس في احمال اللاي فلو والاحمال اللي هي شايلها مش اكتر من كده. طيب في الجزء الاخير بس خلي بالك الدكتور قال لك ملاحظه، لما اجي دلوقتي الكوبري عندي الحاجات دي كلها والاحمال اللي هو مديها لك هنا عباره عن في حاله لما انا اشتغل على كوبري ديك بريدج. طب لو انا شغلي كله على كوبري ثرو بريدج، عشان كل واحد فيكم معاه موديل مختلف، قال لك في حاله الكوبري ثرو بريدج تزيد الاحمال على الديك بريدج بنسبه 10% الى 15%، دايما انا باخدها 10%، يبقى زياده الاحمال في حاله الثرو بريدج عن الديك بريدج بنسبه 10%، يبقى انت تزود كل الاحمال اللي عندك بنسبه 10%. الكلام ده في حاله مين؟ في حاله الاحمال اللاترال وفي حاله الاحمال اللونجيتيودنال. تمام كده؟ طيب نشوف بعد كده الجزء الثاني. الجزء الثاني لو انا هتكلم دلوقتي ازاي احل اي مساله، يعني احنا زي ما خدنا المره اللي فاتت مساله تصميم الاسترنجر عاديه، ادي مساله عاديه وعايز ابتدي اعمل سوليوشن الحل. قال لك عشان تحل اول خطوه محتاجه ان انا اعرف الاحمال. طب الاحمال زي ما احنا اتكلمنا قلنا في احمال ديد لود، في احمال لايف لود، في احمال ويند، في احمال ثيرمال، في احمال دلوقتي بريكنج فورس، في احمال سنترفوجال فورس. طب هل كل دول بيأثروا على السترينجر؟ قال لك لا. امال ايه؟ قال لك دلوقتي انا بشوف الاحمال اللي بتأثر على السترينجر والاحمال اللي ما بتأثرش ما بتاخدهاش في الاعتبار. قال لك الاحمال اللي بتأثر على السترينجر عباره عن حاجتين، ديد لود ولايف لود اللي هو عباره عن الفيرتيكال لود. طيب بشوف الاحمال الديد لود بتطلع لي في الاخر مومنت بقيمه قد ايه، وبشوف الاحمال اللايف لود بتطلع لي قيمه مومنت بقيمه قد ايه، وفي الاخر بجمع الاثنين مومنت مع بعض عشان اطلع التوتال مومنت عشان اقدر اختار السكشن من الجداول. تمام؟ طيب فانا دلوقتي هنا اول خطوه عملتها عباره عن شفت الاحمال اللي موجوده عندي، وبعد كده جمعت الاحمال كلها، وبعد كده طلعت الدبليو بتاع الديد لود. هي دي خطوه الاحمال، الاحمال هتفيدك لغايه هنا. بعد كده الجزء اللي جاي ده كله استراكشر، ازاي دلوقتي الكاميرا عندي عباره عن عليها حمل يونيفورم، ازاي اطلع مومنت وازاي اطلع شير. كده انا خلصت الخطوه بتاعت الديد لود، اخش بعد كده في الخطوه بتاعت اللايف لود. طيب تعال نشوف الخطوه بتاعت الديد لود ايه اللي موجود فيه. لو انا بصيت دلوقتي على الكاميرا اللي عندي بتاعت الاسترينجر، لو بصينا مع بعض على الكاميرا بتاعت الاسترينجر، انا عندي كاميرا بالشكل ده. الكاميرا دي شايله مين؟ قال لك الكاميرا دي شايله بلاطه خرسانيه، وشايله فوقيها جزء معين من الاسفلت بالشكل ده، زائد الوزن بتاعها. يبقى انا دلوقتي عندي فيه ثلاث حاجات. يبقى انا دلوقتي هنا عندي هنا دلوقتي بالنسبه للديد لود عباره عن ثلاث حاجات، الوزن بتاع الستيل ممبر اذا كان انا هصمم سترينجر او كروس جيردر،
وزن العنصر الحديد، اللي هو دلوقتي في حالة السرنجر باخد الوزن الأون ويت ده عبارة عن 100 كيلو، اللي هو 1/10 طن لكل متر. طب لو أنا هصمم إكس جيردر، قال لك بتاخد الحمل ده من 2/10 ل 3/10، ودايما باخده 3/10 اللي هو 300 كيلو يعني لكل متر، يعني وزن المتر من الكاميرا دي قيمته 300 كيلو. لو حطيت قطعت متر من السترنجر يمين وشمال وحطيته على ميزان هيديك 100 كيلو. نفس الكلام لو قطعت متر من الاكس جيردر هيديك 300 كيلو. يبقى في الحالة دي دلوقتي وزن الاون ويت بتاع السترنجر 1/10، ووزن الاون ويت بتاع الاكس جيردر 3/10. بالنسبة للمين جيردر ده في معادلات الدكتور جابها لك في المحاضرة وفي السلايدات بتاعته، اللي هم دول المعادلات دي بطلع منها على حسب الاستاتيكال سيستم بتاع الاكس جيردر، بطلع منهم الوزن بتاع الكاميرا المين جيردر. تمام. طيب الجزء الثاني عبارة عن الديد لود اللي بتأثر على السترينجر او اللي بتأثر على الاكس جيردر غير وزنها، في الوزن بتاع البلاطة زائد الوزن بتاع الاسفلت. طيب زي ما احنا اتكلمنا مع بعض هنا، قلنا دلوقتي انا عندي هنا كده دي الكاميرا وعرفنا وزنها. طيب فوق الكاميرا دلوقتي في بلاطة خرسانية بالشكل ده. طب البلاطة دي وزنها عبارة عن حمل طن لكل متر طولي. لو قلنا دلوقتي التي اس مضروبة في الجاما كونكريت، التي اس في الجاما كونكريت ده في الاخر هيطلع لي وزن بالطن لكل متر طولي. طب انا دلوقتي عايز الكاميرا دي بالشكل ده، دي عندي كاميرا كده والكاميرا دي ممتدة في الاتجاه الطولي بالشكل ده كده. طب انا دلوقتي عايز اطلع عليها حمل في الاتجاه الطولي. طب يبقى دلوقتي لازم اخلي الحمل ده طن لكل متر طولي وليس متر مربع. يبقى هعمل ايه؟ يبقى انا دلوقتي هشوف الكاميرا دي اللي هو الاي بيم هتشيل قد ايه من البلاطه الخرسانيه يمين وشمال. يبقى انا عندي الجزء ده هيتوزع وينزل على الكاميرا دي، والجزء ده هيتوزع وينزل على الكاميرا دي. طب المسافه من هنا لغايه هنا كام؟ قال لك المسافه من هنا لغايه الكاميرا اللي بعدها اسمها ايه. يبقى انا عندي الحته دي قيمتها كام؟ قيمتها ايه على الاثنين، والناحيه الثانيه من هنا لغايه هنا قيمتها برضو الايه على الاثنين. يبقى هنجمع ده وهنجمع ده، الطول تمام اللي هينزل على الكاميرا قيمته ايه على الاثنين وايه على الاثنين. يبقى انا دلوقتي الحمل ده عشان اخليه طن لكل متر هضربه في الاي. يبقى انا عندي دلوقتي كده في الحاله دي الجزء بتاع الويت بتاع البلاطه الخرسانيه عباره عن التي اس في الجاما كونكريت. طيب التي اس هو اللي بيتغير. الدكتور في المساله جاب لك التي اس ب 20 سنتي، يبقى خدها ب 20 حولها او تبقى ب 2/10، جابها لك ب 25 خدها زي ما هيديها لك. ال 2.5 ده ثابته ما بتتغيرش، اللي هو كثافه الخرسانه مضروبه في الاي زي ما احنا شرحنا من شويه، عباره عن الاي على الاثنين زائد الاي على الاثنين، اللي هو عباره عن الجزء اللي الكاميرا دي هتقدر تشيل. طيب في ايه تاني؟ فوق البلاطه الخرسانيه موجود في بلاطه اسفلتيه. البلاطه الاسفلتيه دي او الفينشنج اللي موجود على على الكوبري تمام، برضو ليه وزن. الوزن بتاعه كام؟ برضو السمك بتاع الطبقه دي مضروبه في الكثافه بتاعت الاسفلت. برضو نفس الكلام في ايه على الاثنين يمين وايه على الاثنين شمال، عشان هو الجزء ده اللي هينزل على السترينجر فالمضروب في الايه. يبقى انا دلوقتي عندي سمك برضو الاسفلت اللي هيديهولك في المساله هو ده اللي انت هتحطه، مضروب في كثافه الاسفلت اللي بتبقى محفوظه ما بتتغيرش 2150 كيلو جرام على المتر المكعب او 2.15 طن على المتر المكعب، مضروبه في الاي. يبقى انا دلوقتي عندي الكاميرا، او لما اجي اصمم السترينجر، السترينجر ده فيه ثلاث حاجات: ديد لود، وزنه زائد وزن البلاطه الخرسانيه زائد وزن الاسفلت. هجمع الثلاثة دبليو زي ما احنا شفنا في المساله بتاعتنا اهو بالشكل ده. جمعت الوزن بتاعه زائد وزن الاسفلت، وزن الخرسانه زائد وزن الاسفلت، في الاخر طلع لي الدبليو بقيمه معينه. باخد الدبليو دي بوزعها على طول الكاميرا اللي هو عباره عن الاس، وبطلع المومنت وبطلع الشير
اذا كان في نص الكاميرا والشيل عند السبورتات. كده انا دلوقتي خلصنا الخطوه بتاعت الديد لود. نبص للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه بتاعت اللايف لود. انا دلوقتي عندي كاميرا، الكاميرا دي عايز اعرف هتشيل نسبه قد ايه من اللايف لود اللي مر عليه. طيب نبص لشكل العربيه. العربيه عندي بالشكل ده. العربيه دلوقتي الكود بتاع 2012 قال لك العربيه تمام وزنها كله متحمل على 4 عجلات، ودول ال4 عجلات اللي عندي، العجلتين اللي قدام ومربوطين باكس، والعجلتين اللي ورا ومربوطين باكس. المسافه ما بين العجلتين اللي قدام والعجلتين اللي ورا، او الاكس اللي قدام او الاكس اللي ورا، متر 20. ده في الاتجاه الطولي بتاع العربيه. طب في الاتجاه العرضي اللي هو وش العربيه ده، المسافه كام؟ قال لك وش العربيه، العربيه كلها عرضها 3 متر تمام. المسافه من العجل للعجل 2 متر، هيفضل متر اللي هو عباره عن النص الرفرفه يمين والنص الرفرفه شمال. يبقى انا دلوقتي عندي زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت بالشكل ده، العربيه عرضها كله 3 متر اللي هو عرض الحاره. 3 متر ده من العجل للعجل 2 متر، وفي نص رفرفه يمين وفي نص رفرفه شمال اللي هو عباره عن نص متر ونص متر. يبقى في الاخر محصله العربيه، عرض العربيه كلها من الصاج اليمين لغايه الصاج الشمال 3 متر. طيب عشان دلوقتي اقدر احط الاحمال اللي موجوده بتاعت اللايف لود على الكوبري، واشوف دلوقتي كل حمل عندي هينتقل ازاي على السترنجر، لازم دلوقتي اعرف طريقه رص العربيات هتبقى ازاي والاحمال اللي موجوده عندي هتبقى ازاي. قال لك دلوقتي بالنسبه لللايف لود زي ما احنا اتكلمنا مع بعض هنا كده، قلت لك في الاول اللايف لود عندي عباره عن حاجتين، حمل كونسنتريتد مركز ار وحمل يونيفورم دبليو تمام. طب فين في المساله اللي انت قلت لي عليها؟ اهو بالشكل ده. انا دلوقتي اول خطوه في اللايف لود ان انا بجيب الار وبجيب الدبليو تمام. طيب تعال نشوف دلوقتي انا عندي هنا بالنسبه لللايف لود ايه هي الخطوات. الخطوات عشان احسب دلوقتي، عشان احسب المومنت بتاع اللايف لود وعشان احسب الشير بتاع اللايف لود تمام، لازم اعمل الخطوات دي. هما 3 خطوات. الخطوه الاولانيه بحسب قيمه الار واحسب قيمه الدبليو. الخطوه الثانيه بقارن الاي تمام، المسافه بين السترنجر والسترنجر بقارنها بالرقم ده زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، زي ما احنا اتعلمنا المره اللي فاتت تمام. وبعد كده دلوقتي برسم الشكل بتاع الكاميرا اللي هو الشكل ده، وبحسب قيمة المومنت وبحسب قيمة الشير، وهو ده اللي انا بجمعه مع الديد لود عشان اطلع التوتال سترينج اكشن. طيب تعالى مع بعض ازاي نوصل للشكل ده. الشكل ده عبارة عن مجموع الاحمال اللي هتأثر على السترينج. فانا باخد السترينجر عندي وباخد كاميرا قبلها وباخد كاميرا بعدها، يبقى السترينجر دي في سترينجر قبلها وفي سترينجر بعدها تمام. طيب تعالوا نرسم الكلام ده ونوضح الكلام ده ازاي. انا دلوقتي عندي الكوبري، في عندي كاميرا بالشكل ده كده، وفي عندي كاميرا قبلها، وفي عندي كاميرا هنا بالشكل ده، والكاميرات التانية ممتدة. طيب تعالى نرسم البلاطة. ادي عندي البلاطة بالشكل ده كده كده، وده سايد ووك، الناحية التانية نفس الكلام. طيب قال لك دلوقتي انا عندي باخد الكاميرا دي، الكاميرا دي هي دي اللي انا بشتغل عليها، بشوف العربية اللي عندي. العربية اللي عندي اللي انا بشتغل عليها، اول حاجة برص العربية 60 ضلم. يبقى انا باجي هنا بحط العجل بتاع العربية 60 ضلم، وادي الاكس، وبعد كده بمشي مسافة 2 متر وبحط العجل التاني بتاع العربية التانية تمام. طيب وادي العربية الصاجة اللي فوق بتاعتها بالشكل ده كده. طيب وهنا الحمل الكونسنتريتد، وهنا الحمل الكونسنتريتد، وهنا في مسافة نص متر لغاية اخد العربية، وهنا في مسافة نص متر اللي هو لغاية اخد العربية. طيب اول حاجة انا ليه عملت كده؟ انا خدت العربية 60 ضلم دي وحطيت العجل اليمين على السترينجر بحيث ان الحمل بتاع العجل على طول ينزل دايركت على السترينجر. وبعد كده ببتدي بكمل العربية دي بحطها هنا. طيب وبعد كده بشوف المسافات الفاضية من الكوبري. طيب عشان اعرف دلوقتي انا احط طريقة رص العربيات ازاي،
وعشان اعرف عدد العربيات اللي بتمشي على الكوبري ده قد ايه، قال لك دلوقتي انت بتعوض في القوانين دي. اول حاجة عشان اعرف عدد العربيات اللي هتمشي على الكوبري واسوأ حالة فيهم، بقول دلوقتي انا هنا عندي عرض الكوبري على التلاتة متر اللي هو عبارة عن عرض الحرب، هيديني رقم. الرقم ده هو عبارة عن عدد العربيات، بمعنى أنا عندي الكوبري بالشكل ده، الدبليو بريدج هو عبارة عن المسافة مين ما بين البردورة دي والبردورة دي، أو بداية الكوبري اللي المسافة اللي هي الكاريج واي، اللي هو المسافة المخصصة للسير العربيات من غير سايد ووك هنا ومن غير السايد ووك هنا، فالمسافة دي هي اسمها الدبليو بريدج. الدبليو بريدج ده لما أقسمه على 3 متر عشان عرض الحارة 3 متر، المسافة اللي مسموح للعربية تمشي فيها. لو نفترض إن الكوبري اللي عندي 6 متر ونص، لو قسمت 6 ونص على 3 هيديني 2 وشوية 2 وكسر، يبقى معنى كده إن الكوبري اللي عندي مخصص أو يقدر يشيل عربيتين وشوية. فأنا في الحالة دي بقرب الرقم ده للرقم الأقل، يبقى أنا دلوقتي باخد العربيتين. لو الكوبري عندي 7 ونص، يبقى بقول 7 ونص على 3 برضو 2 وشوية، في الحالة دي برضو الكوبري يقدر يشيل 2. طب لو القيمة اللي عندي دي كان عرض الكوبري 4 متر، يبقى 4 على 3 فيها 1 وشوية، يبقى الكوبري يقدر يشيل عربية واحدة بس. طب لو نفس الكلام الكوبري كان العرض ده كان العرض 9 متر ونص، يبقى 9 ونص على 3 فيها 3 عربيات وكسر، يبقى أنا دلوقتي الرقم ده الكوبري يقدر يشيل 3 عربيات. تمام كده؟ موضوع مفهوم؟ طيب كده أنا عرفت عدد العربيات اللي تقدر تمشي على الكوبري. طيب ازاي طريقة رص العربيات دي؟ قال لك طريقة رص العربيات دي هتترص بالشكل ده. يعني ايه بالشكل ده؟ يعني انا دلوقتي اول حاجة هحط العربية 60 طن، اللي هي العربية اللي عندي دي بالازرق. تمام، العربية دي فيها زي ما قلنا 4 عجلات، ادي العجل ده وده وده وده، كل عجل من دول عليه حمل كونسنتريتد 15 طن. تمام، عشان في الاخر محصلتهم كلهم هيديني 60 طن، 15 و15 30 و15 45 و15 الأخيرة 60. طيب يبقى كده دلوقتي قسمت ال 60 على ال4 عجلات. طيب بس كده؟ قال لك لا، ما في حمل يونيفورم تاني. قيمته كام؟ قال لك بحط تحت العربية بالكامل أو تحت اللين كلها الحارة كلها حمل يونيفورم قيمته 9 من 10 طن على المتر المسطح، ده في حالة العربية 60. طيب الكوبري عرضه أكبر من ال 3 متر، يعني مسموح إن هو يشيل عربيتين أو 3 عربيات. يبقى في الحالة دي دلوقتي أنا عندي أقدر أحط العربية التانية وأقدر أحط العربية التالتة. طب لو كان الكوبري نفترض مع بعض الكوبري عرضه 12 متر، يبقى الكوبري لو قلت 12 على 3 يبقى الكوبري يقدر يشيل 4 عربيات، مفيش الكلام ده. قال لك دلوقتي أقصى عدد للعربيات اللي بتتحط على الكوبري هم 3 عربيات، اللي هي العربية ال 60 والعربية ال 40 والعربية ال 20، لكن لو في مساحة أكتر من كده بسيبها فاضية وتحط عليها حمل يونيفورم، تمام، زي ده كده قيمته 25% طن على المتر المسطح. تمام كده؟ يبقى الناس تركز معايا. يبقى انا دلوقتي عندي لو الكوبري يقدر يشيل عربيه واحده بحط العربيه ال 60 بس، اشمعنى ما بحطش ال 40 ولا ال 20؟ هو كده دلوقتي بيقول لك تحط اكبر حمل او اكبر عربيه عشان تديك اقصى استرنينج عشان اقصى مومنت واقصى شيء. تمام؟ طب لو كان الكوبري يشيل اكتر من 3 عربيات، يشيل 4 5 6 ايا كان، يبقى برضه قال لك في الحاله دي غير مسموح ان انت تحط 4 عربيات او 5، انت بتحط الـ3 بس، والمساحه اللي باقيه يمين وشمال المساحه الفاضيه من الكوبري بتحط فقط عليها حمل يونيفورم من قيمته 25% طن على المتر المسطح. تمام كده؟ طيب تعالوا نبص دلوقتي بالنسبه للعربيه الاولانيه، زي ما قلنا عرض الحاره 3 متر، تمام، اللي هي عباره عن من السنتر لاين بتاع العجله لغايه اخر العربيه 3 متر. وانا عندي المسافه من السنتر لاين لغايه الحافه بتاعت العربيه نص متر، ومن السنتر للسنتر 2 متر، ومن السنتر لاخر العربيه نص متر، يبقى ده كده 3 متر. وادي التفصيله بتاعتهم جبتها لك تاني اهي، والعرض بتاع الحاره زي ما قلت لك هو 3 متر، يبقى 3 و3 و3. طيب الكوبري عندي بيبقى فيه سايد ووك يمين وسايد ووك شمال. طيب السايد ووك ده بيبقى عليه حمل؟ قال لك اه. الحمل اللي بيبقى عليه قد ايه؟ قال لك الحمل اللي بيبقى على السايد ووك ده متوقف على عرض السايد ووك نفسه، يبقى على عرض الممشى. لو عرض الممشى كان اكبر من
او تساوي متر ونص، يبقى في الحالة دي بحط حمل يونيفورم على السايد ووك قيمته نص طن على المتر المسطح. طب لو كان عندي عرض الممشى ده اقل من متر ونص، لو كان اقل من متر ونص يبقى بحط حمل يونيفورم قيمته 25% طن على المتر المسطح. يبقى ركز في دي، خلي بالك من عرض الممشى. لو كان عرض السايد ووك اقل من متر ونص بحط 250 كيلو جرام، ولو كان اكبر من او يساوي متر ونص بحط 500 كيلو جرام على المتر المسطح. تمام، ده بالنسبة للاحمال او للحالة الماكس اللي انا بحطها. طيب دي بتتوقف على عرض الكوبري. يعني انا دلوقتي لو عندي عرض الكوبري بيشيل عربيتين، يبقى اول حاجة هاخد العربية دي واحطها على الكوبري، وبعد كده باخد العربية التانية وبحطها خلاص، والكوبري دلوقتي مش هيقدر يشيل اكتر من عربيتين. خلاص على كده وابتدي اشوف السايد ووك يمين والسايد ووك شمال، واحط عليه الحمل اليونيفورم طبقا لعرض السايد ووك. تمام كده. طيب نبص مع بعض نشوف، مثلا لو احنا دلوقتي عندنا كوبري، الكوبري ده عرضه 7 متر ونص، نشوف طريقة دلوقتي توقيع العربيات دي عليه. انا عندي كده اهو كوبري بالشكل ده كده، وانا عندي هنا دلوقتي ده المين جيردر، وهنا في سترينجر، وهنا في المين جيردر، وهنا في سترينجر تاني بالشكل ده. اول حاجة دلوقتي هاجي احط العربية الاولانية، بشوف المسافة اللي فاضية هنا دي كام، ممكن احط العجل ده هنا كده عجل اولاني، وبشوف المسافة اللي باقية هنا. لو المسافة اللي باقية دي اكبر من 2 متر ونص، خلاص يبقى انا دلوقتي بقدر احط العربية دي في الاتجاه ده اللي هي العربية ال60 طن. تمام. طيب لو المسافة دي ما تقدرش، يبقى انا ما تقدرش اقل من 2 متر ونص، يبقى انا دلوقتي بحط العربية في الاتجاه ده. يبقى انا دلوقتي عندي كده بخلي العربية ال60 طن كده، حطيت الحمل الاولاني على السترينجر مباشرة، وبعد كده بحط العربية التانية في المسافة اللي باقي، ايا كان المسافة اللي باقي اللي هي العربية ال40 طن. يبقى ترتيبي دايما عربية ال60 ثم العربية ال40 ثم العربية ال20. طيب ادي العجل الاولاني، بعد كده بقى على بعد 2 متر في العجل التاني، وفي الرفرفة نص متر، نفس الكلام الناحية دي العربية ال40 بمشي نص متر اللي هو الرفرفة، وبحط العجل الاولاني وبمشي 2 متر وبحط العجل التاني بالشكل ده كده. تمام. طيب يبقى دلوقتي عندي الحمل الاولاني نازل على طول على السترينجر، والحمل ال15 طن برضو نازل هنا كده على مسافة معينة، وبعد كده هنا في الحمل اللي هو قيمته 10 طن نتيجة العربية ال40، وهنا في الحمل اللي قيمته 10 طن. طيب انا دلوقتي عندي، بما ان انا حطيت حمل العجلة ده ال60 طن على السترينجر دي، يبقى هي السترينجر دي اللي انا هاخدها وهدرسها واحسب لها المومنت والشير. تمام كده. طيب يبقى انا دلوقتي عندي في الحالة دي هاخد السترينجر دي. طب السترينجر دي لما اخدها هتبقى الشكل ازاي؟ يبقى دلوقتي عندي الكاميرا بالشكل ده، ادي كاميرا وادي عليها سترينجر هنا اللي هو دي السبورت ده. يبقى انا رسمت البلاطه دي على اساس ان هي منبر عادي، ومتشال هنا على السترينجر ده، وعلى بعد المسافه دي اللي هي اسمها الاي في سترينجر تانية. الجزء اللي باقي مش هيفرق معايا قد ايه. يبقى انا دلوقتي عندي هنا ممكن امسح الحته دي، يبقى انا دلوقتي هخلي الشكل بتاعي بالشكل ده، وادي السبورت الاخير اللي هو المينجر ده، وانا هدرس الكاميرا دي. طب الكاميرا دي ايه الاحمال اللي جاية عليها؟ تعالوا نبص مع بعض. اول حاجة الكاميرا دي جاية عليها حمل العجلة ده،
اللي هو ال 15 طن، يبقى هنا في حمل قيمته 15 طن. طيب بعد كده دلوقتي عندي في حمل هنا على مسافة 2 متر قيمته 15 طن، يبقى انا هنا في برضه حمل اهو قيمته 15 طن على مسافة 2 متر. طيب ايه تاني؟ قال لك دلوقتي على بعد نص متر هنا وبعد نص متر هنا في دلوقتي حمل تاني قيمته 10 طن، يبقى هنا على بعد من الحمل ده للحمل ده في مسافة متر، يبقى هنا في مسافة متر تاني وحمل قيمته 10 طن. طيب الحمل ده عدى بره السبورت، يبقى كده دلوقتي مش داخل معايا. الحمل ده لما هيجي ينزل هيتوزع او هيتقسم لنصين، هيتقسم شويه هيروح على المين جيردر هنا وشويه هيروح على السرنجر هنا، يبقى دلوقتي الكاميرا دي مش هتتاثر بالحمل ده خالص. تمام، انا دايما باخد الاحمال اللي بتبقى في المساحه دي اللي الكاميرا دي هتتاثر بيها، لكن اي حاجه بره السبورت ده وبره السبورت ده خلاص الكاميرا دي مش هتتاثر بيهم خالص. طيب ايه الاحمال اللي موجوده هنا؟ في احمال كونسنتريتد؟ لا مفيش احمال كونسنتريتد، في باقي كده الاحمال يونيفورم. انا كده حطيت كل الاحمال كونسنتريتد اللي عندي. طب الاحمال اليونيفورم عندي قيمتها قد ايه؟ قال لك الاحمال اليونيفورم اول حاجه تعالى نحط احمال العربيات، يبقى العربيه الاولانيه دي اهو اللي هي دي، تمام، هتيجي مرفرفه عن الاكس ده مسافه نص متر، يبقى انا دلوقتي عندي بالشكل ده كده، ده الحمل اليونيفورم اللي هو قيمته W اللي هو بكام؟ اللي هو بتسعة من عشرة طن على المتر المسطح. طيب العربية التانية الحمل اللي تحتها حمل يونيفورم قد ايه؟ زي ما قلنا دلوقتي حمل يونيفورم قيمته 25%، يبقى انا دلوقتي هاجي من هنا وهحط العربية التانية. طب العربية التانية ممتدة عندي، عدت الركيزة دي بمسافة كبيرة، مش هتفرق معايا، انا دايما بقف او بقص الحمل لغاية هنا، مش هيفرق معايا قد ايه، وانا الحمل ده قيمته 25% طن على المتر المسطح. طيب الجزء ده فاضي مفيهوش اي احمال، زي ما قلنا اي جزء فاضي من الكوبري بحط عليه حمل يونيفورم قيمته 25%، يبقى دلوقتي عندي نفس الكلام ده هنا كده، في حمل يونيفورم لغايه الاخر قيمته 25% طن على المتر المسطح. تمام كده، دي كل الاحمال اللي هتبقى نازله على السترنجر. طيب انا عندي الكاميرا السترنجر دي هتشيل قد ايه؟ محصلتها هتاخد قد ايه من كل الاحمال دي؟ ما هو الاحمال دي كلها هتتوزع، شويه هيروح على السبورت ده وشويه هيروح هنا وشويه هيروح هنا. طيب اول حاجه دلوقتي عندي الاحمال دي كلها مش كلها شبه بعض، الاحمال دي في احمال كونسنتريتد وفي احمال يونيفورم. قال لك الاحمال الكونسنتريتد دي تمام الرياكشن بتاعها هنا للاحمال الكونسنتريتد حاجه اسمها الار اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا هنجيبها في اول خطوه. طيب والاحمال اليونيفورم دي حاجه اسمها الدبليو بالشكل ده، والاثنين الشير في المنطقه دي. طيب تعال نشوف الاحمال الكونسنتريتد. الاحمال الكونسنتريتد نتيجه ال 15 طن ده وال 15 طن دي وال 10 طن، قال لك ال 15 دي هتنزل على طول هنا على السترينجر على السبورت ده، ال 15 طن دي هتتقسم شويه هيروحوا هنا وشويه هيروحوا على السبورت ده. تمام، ده طبقا لمين؟ طبقا للانفلونس لاين اللي احنا كنا رسمناه في المساله بتاعتنا زي المره اللي فاتت. تعمل حاجه اسمها انفلونس لاين بالشكل ده، هتاخد كل حمل كونسنتريتد هتضربه في المسافه اللي قدامه، كده هيطلع لك دلوقتي قيمه الار هنا. نفس الكلام بالنسبه للحمل اليونيفورم اللي هو ده، هتاخد كل حمل تضربه في المساحه اللي قدامه هيدي لك قيمه اليونيفورم لود اللي هو الدبل. يبقى انا دلوقتي عندي الار ده عباره عن 15 زائد نسبه من ال 15 زائد نسبه من ال 10، ال 10 برضه هتتقسم شويه يروح هنا وشويه يروح على السبورت، يبقى في الاخر قيمه الار تقريبا ممكن توصل لها ل 20 30 35 حاجه زي كده. تمام، المهم رقم نتيجة التوزيع دي ونتيجة الانفلونس لاين اللي انت هتطلعها. طيب ال W عندي نفس الكلام، انا عندي دلوقتي اول حاجة في 9 من 10 وفي 25% وفي 25% هنا. طيب ال 9 من 10 دي هتتقسم برضو، هقول ال 9 من 10 هضربها في العرض بتاعها كلها عشان اخليه حمل مركز، وبعد كده هبتدي اضربه في المسافة اللي قدامه. ال 25% برضو هضرب ال W في ال عشان اركزها، وبعد كده هضربه في المسافة اللي قدامها، وال 25% برضه هضرب 25% في ال L كلها عشان انا كذا، وابتدي دلوقتي ايه
هضربها في المسافة اللي قدامها بتاعت الانفلونس ده. كده انا حسبت قيمة ال R وحسبت قيمة ال W زي ما احنا خدنا قبل كده، تمام؟ طيب نرجع تاني نشوف الخطوة التانية بتاعتنا ايه هي. الخطوة التانية بعد ما حسبت ال R وبعد ما حسبت ال W بالشكل ده، هقارن دلوقتي قيمة ال A اللي هي المسافة دي، هقارنها ب 0.586 في ال L، ال L بتاعت السترينجر، طول السترينجر اللي هي عبارة عن ال S نفسها اللي هي المسافة ال spacing between الكروس جارد. هشوف دلوقتي قيمة ال A إذا كانت أقل منها أو أكبر منها. لو كانت أقل منها يبقى في الحالة دي دلوقتي عندي الكاميرا تقدر تشيل حملين كونسنتريت اللي هما الأجسام بتوع العجلة. لا ال A كانت أكبر منها يبقى أنا دلوقتي عندي الكاميرا ما تقدرش تشيل غير أكس واحد اللي هو اللي موجود وهحطه في النص. لكن لو أنا دلوقتي زي ما قلنا بنسبة 90% بتبقى ال A أقل من الرقم ده، ففي الحالة دي دلوقتي الكاميرا تقدر تشيل حملين، والمسافة دي 1.20 متر والمتر 20 دي أقل من الرقم ده. الرقم ده ممكن يطلع 1.70 متر، ممكن يطلع 1.80 متر، ممكن يطلع 2 متر. ففي الحالة دي الكاميرا تقدر تشيل الحملين الكونسنتريتد دول. طب الحملين الكونسنتريتد دول أدام أنا وقعت في الحالة الأولانية، يبقى في الحالة دي دلوقتي هشتغل على الكيس دي، يبقى أنا هعمل الشكل ده عشان أطلع المومنت وأطلع الشير بتاع اللاي فلو. طيب الشكل ده لما أجي أعمله أنا عايز أطلع أقصى مومنت وعايز أطلع أقصى شير. أطلع أقصى مومنت إزاي؟ عشان أطلع أقصى مومنت يبقى أنا دلوقتي أول حاجة بحط الحمل الأولاني على مسافة ربع من نص الكاميرا، يبقى أجي بقسم الكاميرا نصين. في نص الكاميرا هنا بحط الحملين دول، الحمل الأولاني بحطه على مسافة 3 من 10 من نص الكاميرا، وبعد كده على مسافة 9 من 10 بحط المسافة التانية، تمام؟ عشان في الآخر العرض ده كله 1.20 متر. طيب ده كده بالنسبة لحمل الأر الكونسنتريت اللي أنا طلعته من هنا. طيب الكاميرا برضو زي ما هي شايلة أر شايلة حمل يونيفورم بقيمة دبليو. طب الدبليو ده هيتحط على طول الكاميرا كلها، تمام كده؟ طيب الحمل الدبليو ده بيبقى زي ما يطلع القيمة بتاعتي وبحطه على طول الكاميرا. باجي هنا دلوقتي بحسب المومنت عند النقطة اللي أنا حطيت عليها أول أكس، وهو ده بيبقى النقطة دي هي بتبقى دي أقصى مومنت هنا. يبقى دلوقتي أقصى مومنت بيبقى عند النقطة دي، هي دي النقطة اللي بيكون عندها أقصى مومنت، لكن ما بيبقاش أقصى مومنت في النص. طيب الحاجة التانية عايز دلوقتي أخد نفس التحميلة دي بس أشوف أطلع منها أقصى شير. عشان أطلع أقصى شير يبقى أنا دلوقتي هاخد الأجسام بتوع العجلة ومش هحطهم في النص. أنا في الحالة دي حملت العجلتين الأجسام قصدي معلش في النص عشان يدوني أقصى مومنت. طيب بحط الأجسام دول بجيبهم من عند السبورت عشان أجيب أقصى شير. طيب حطيت الحمل الأولاني على السبورت مباشرة عشان ينزل مباشرة على السبورت، وبعد كده على مسافة 1.20 متر حطيت الحمل التاني، وهكذا برضو الحمل اليونيفورم ده لازم يكون موجود. وطلعت من الشكل ده او الستاتيكال سيستم ده طلعت منه اقصى شير اللي هو عباره عن الماكس شير او الماكس كيو لاي فلو. طلعت الماكس شير وطلعت الماكس مومنت، يبقى كده دلوقتي انا خلصت الخطوه بتاعتي. شكرا.